الستات اللي بتطلع بكثافة تتاجر بجسدها، خدت بال حضرتك في مسكن الزوجية ده لازم حضرتك. اما انا بقول لا اصل احنا بنفتح لا. القانون القاهر للرجل. خلونا نشوف الفيديو الاول وبعدين هقول لك ايه الحل. ان حالات الطلاق في مصر 88% من حالات الطلاق في مصر طلاق الست هي اللي مطلقة نفسها، لان العصمة في مصر في ايد الستات وفي ايد الرجالة. العصمة في مصر في ايد الستات، قانون الخلع خلى الست تطلق نفسها في اي وقت، تمام؟ ف 88% من حالات الطلاق، كل 100 حالة طلاق في مصر فيهم 88 ست هي اللي طلقت نفسها وهي اللي عايزة تتطلق وهي 88% دي نسبة كبيرة جدا. اغلب حالات الطلاق هي حالات خلع، الست فيها بتخلع نفسها، والست اللي بتخلع نفسها دي وبعدين تروح تتجوز تعتبر في الشرع زانية، لان احنا ما عندناش في الشرع حاجة اسمها خلع. هي اللي راحت طلقت نفسها عن طريق المحكمة. منهم من ال 88 دول بحضرتك في 84% منهم خلع. 84% منهم خلع، وفي 3-4% تانيين طلاق للضرر وطلاق لاستحكام النفور، تمام؟ 12% من حالات الطلاق في مصر هو اللي الراجل طلق غيابي او طلق بتعسف. فاحنا حضرتك 12% اللي الراجل بيطلق بس، وعايز اقول لكم ان 12% دي فيها حالات جات لي انا شخصيا، بيبقى الراجل مضطر ان هو يطلق، بيبقى الراجل بيحفظ ماء وجهه ويطلق. يعني حتى ال 12% دي فيها نسبه كبيره الستات هي اللي بتكون السبب فيها. النسبه عندنا دلوقتي عندنا 12 رجل من كل 100 في 12 رجل راحوا طلقوا عشان هم عايزين يطلقوا، تمام؟ وفي حضرتك 88% ست هي اللي راحت المحكمه وطلبت الطلاق، تمام؟ وده بسبب 88% دي نسبه من مركز التعبئه والاحصاء، يعني مش كلام انا اللي بهبده ولا كلام ان الساده المحاميين دول بيجيبوه من عندهم، دي نسبه فعلا. المكتسبات التي اوفرها لها بسبب ايه؟ بسبب المكتسبات، المكتسبات اللي اوفرها لها القانون. المكتسبات كانها حوافز بتشجع النساء على الطلاق. لما واحده معلش في الكلمه يبقى جوزها يدوب شغال ب 5000 جنيه، وفي ناس شغاله ب 4000 جنيه وب 3000 جنيه، ويدوب مكفي بيته، والحياه معاهم يدوب ماشيه بالعافيه، وتلاقي او تعرف من اي واحده ناشز، او من اي واحده مطلقه، او من اي واحده عايزه تفسد عليها بيتها، او من اي واحده بتطلع في الاعلام زي مخببه العلاقات الاولى ومدمره الاسره اللي خلاص راحت اتجوزت، تسمعها كلمتين تروح على طول تنشز على جوزها، تقول لها لا انت مش ملزمه وانت مش متنيله وما تعمليش لجوزك وما تجيبيش لجوزك وانت حقك عايشك مش عارف ايه. جوزها اللي عمال بيشقى 12 ساعه وبيطفح الدم عشان يعرف ياكلها هي وعيالها، لما تسمع الكلام ده بتتجنن، بتجيلها الجنونه. غير بقى الشيطان اللي بيلعب في عقولهم، غير المسلسلات، غير الميديا، غير كل الفساد اللي بيتعرضوا له على شاشات التلفزيون ذات نفسها اللي بتخليهم يعملوا كده. فلما تشوف ان جوزها يا دوب ممشي البيت، وان هي لما تتطلق منه هتبقى حره وهتاخد الشقه بتاعته تعمل بقى فيها اللي هي عايزاه، وهتاخد كمان نفقة للأطفال ونفقة متعة في عدد السنين اللي هي اتجوزت فيهم، تاخد على كل شهر كام، يعني هيطلع لها ممكن لو سنتين يطلع لها 50,000 أو أكتر، وهيقعد يصرف على عيالها وهم مش معاه وهتحرمه منهم، وهتعرف تروح تشوف لها شوفة تانية. وفي ستات بتجيب عربيات على قفا جوازهم، في رجالة ما بتقدرش تدفع فبتهرب أو بتتسجن، في بلاوي. القانون الجديد، القانون الجديد حضرتك بعد ما الست بتطلق بيديها الحق ان هي تاخد الشقة لمدة 15 سنة، شقة احيانا شقة ثمنها بيعدي كذا مليون جنيه، فهي هتاخد الشقة، بتاخد الشقة لمدة 15 سنة. هي اصلا هي اصلا بتعتبر الشقة بقت بتاعتها خلاص. شفتوا انتوا فيديو الست اللي عمالة تقولوا ده طليقي، ده طليقي، دي شقتي، دي شقتي، ده طليقي؟ خلاص هي النسوان بتتعامل مع الشقة لانها كانها هي بتاعتها، كانها عايشة فيها من يوم ما اتولدت، بتتعامل مع الشقة اللي الراجل قاعد يمكن 10 سنين او اكتر بيشقى عشان يعرف يشتريها على انها بقت بتاعتها. هي الرجالة بتتجنن من قليل لما الراجل يقعد يشقى عمره كله، او يشقى 10 او 15 سنة من عمره عشان يجيب شقة، وتيجي واحدة كده تلهفها في ثانية، ما حقه يتجنن. بتشوفوا انتوا الرجالة اللي عمالة تكسر في شققها، والرجالة اللي عمالة تخرب في الشقة بتاعتها اللي هو اصلا هو اللي عاملها بايده. ليه؟ لانه مش مصدق ان شقة عمره اللي هو قاعد يشقى فيه ده راح في لحظة كده، جت واحدة معلش في الكلمة نصابة او لفظ انا مش عايز اقوله شمال، نصبت عليه وخدت الشقة، وهي اصلا بتبقى مخططة لده من قبل الجواز، الشقة وتاخد راحتها في الشقة. ليه بقى؟ لان ابوها هيزحمها في الشقة زي ما كان ابوها واخوها بيزحموها قبل الجواز، ولا جوزها اللي هي خلعته هيزحمها في الشقة. تاخد الشقة دي حضرتك شوفي ما التيك توك والتانجو والبيجو، الستات اللي بتطلع بكثافة تتاجر بجسدها، خدت بال حضرتك في مسكن الزوجيه ده لازم حضرتك. اما انا بقول لا اصل احنا بنفتح لا. للاسف الكلام اللي هو بيقوله ده حقيقي. معظم الستات اللي بتتاجر بجسمها سواء على تيك توك او تانجو
وفي اونلي فانز للي ما يعرفوش بيكونوا في الاغلب مطلقات. مش عايز اقول ان كل المطلقات كده، ولكن نسبه كبيره منهم الناس اللي على تيك توك، الوليه اللي اسمها ايه دي، ام اسمها ايه البطل ولا مش فاكر، وحش الكون، وحش الكون، الوليه اللي اسمها وحش الكون دي ست مطلقه. والست التانية اللي كانت بنتها طالعه ترقص دي واحدة مطلقة. الستات المطلقة دي ما بتعرفش تربي، هم اساسا محتاجين تربية، واساس وسبب الطلاق ان الست ما بتكونش متربية اساسا. هي ممكن تكون اصلا مخططة للطلاق من قبل الجواز، ممكن تكون مرافقة واحد، مصاحبة واحد مش قادر يتجوز، ويجي واحد مغفل هو اللي بيشيل الليلة بتاعتها. وللأسف اغلب الرجالة مغفلين. ما هو الكلام ده ما بيفيدش، احنا مش بنتجاوز، انا ما سميتش ساعتك ولا قلت، حتى لو هم لا انا برضه برفض، انا ما بعممش، انا ما بعممش وبرفض، انا برفض حاجه واحده بس، انا سيبيني هكمل الفكره بتاعتي. كنا حضرتك بنقول ان في ان الطلاق في مصر بسبب مين؟ انا بقول لحضرتك المركز التعبئه والاحصاء قال ان 88% من الستات هي اللي بتطلق. بغض النظر يعني الست هتعمل تيك توك ولا تانجو ولا حتى اونلي فانز، ده مش موضوعنا. موضوعنا ازاي الراجل يحافظ على شقاه وتعبه من النهب والسرقة والنصب. الجواز في مصر بقى عبارة عن سبوبة للنصب على الراجل، مشروع مربح، مفيش مشروع في الدنيا بيعمل الفلوس دي، والرجالة مازالوا مغفلين. طبعا إلا من رحم ربي، في جوازات ناجحة ربنا يا رب يكمل لهم على خير، ولكن زي ما انتوا شايفين أغلب الطلاقات من مركز التعبئة والإحصاء ذات نفسه 88% بتبقى خلع. لو واحدة تعرف ربنا مش هتخلع نفسها أصلا، لأن الخلع حرام شرعا، واللي بتخلع نفسها وبعد كده بتروح تتجوز بتبقى زانية. ومش قد الانفصال بتروح تتطلق ليه؟ أولا لما ال 88% دول مش قد الطلاق ومش قد الانفصال، انا عايز اقول لحضرتك ان نسبه كبيره منهم بيكونوا مخططين لموضوع الطلاق ده اصلا. نسبه كبيره منهم بيبقوا واخدين الجواز سبوبه، بتبقى عينها على الطلاق من قبل الجواز ذات نفسه. القوانين في مصر بشوف ولادي بروح لهم باختصار القانون كله مع المراه، والقانون هو اللي عامل كده في الستات. خلونا نشوف الفيديو اللي بعده. بروح لهم خطف في المدرسه عشان اقدر اخطف مثلا ايه، اقعد معاه 10 دقائق اتكلم معاه، اروح اخصص لك اجتماعيه في المدرسه استاذنها، لو سمحت ممكن اقعد مع ابني. ابني بيقول لي بابا انا ما ينفعش اجي المدرسه عشان انا خايف حد يبلغ ماما ان انت بتشوفني. بص الولد وصل الرعب لدرجه ايه، بابا طب انت ما بتصرفش عليا، ماما بتقول ما تصرفش عليا، اضطريت ان انا في المره اللي بعديها ماما بتقول ان انت ما بتصرفش عليا. اغلب الستات بتعمل الحركه الوسخه دي، مجرد ما تتطلق بتكره ولادها في ابوهم، بتكره ولادها في ابوهم الغلبان اللي لبسها للاسف، وهو لو مش غلبان ما كانش لبسها اساسا، ما كانش وصل للمرحله دي. اغلب اللي بيوصلوا للمرحله دي الرجاله الطيبين. بصوا المنظر للراجل يا رجاله، كل الرجاله الطيبين اللي بنفس الهيئه دي هم اللي بيحصل فيهم كده. انا عايز اقول لك لو الراجل ده وحش والله العظيم ما كان وصل للمرحله دي. لو راجل مدقدق، لو راجل عقر، لو راجل مرقع كده زي ما بيقولوا، عمره ما هيوصل للمرحلة دي. بتشوفوا انتوا معظم الرجالة اللي بتبكي في محاكم الأسرة عشان بس تشوف عيالها؟ متخيل لو ده راجل مش كويس هيبكي أساسا؟ معظم الرجالة دي هم الرجالة العاطفيين، الرجالة الحساسين. أنا عايز أقول لك لو هو راجل وحش مش هيحب يشوف عياله، ولو هو راجل وحش ما كانش وصل للمرحلة دي أساسا. يعني عندك احتمالين، لو وحش مش هيبقى متعلق كده بعياله، ولا بيعيط ولا متشحتف عشانهم، وده على فكرة عيب في الراجل، ما هوش حاجة حلوة يعني. ابنك اللي أنت ما عنتش بتشوفه اعتبره مات، خلف غيره، لان ابنك ده بنسبة كبيرة هيطلع منسون، هيطلع خنيس تربية نسوان، وده للأسف واقع انت ما تقدرش تعمل فيه حاجة، فسيبه وشوف غيره، خلف غيره، شوف حياتك. الراجل اضطر في المرة اللي بعدها ياخد الاتصالات معاه، عايز يثبت لابنه ان هو فعلا بيصرف عليه، عايز يثبت لابنه ان انا كويس، اللي هو حبيبي انا كويس، اللي بيتحكى لك عني غلط، اللي بيتحكى لك عني كذب. واغلب الستات الشمال هي اللي بتعمل كده، لان الراجل اللي زي ده بيعيش عمره يشقى، يكون في نفسه ما عندوش اي خلفيه عن المراه، ما مش عارف دي كويسه ولا وحشه، ولا هو بيتجوز وخلاص، وبعد كده بيكتشف في الاخر ان هو متجوز واحده حربايه متعلقه بماضيها، او غالبا هي واحده شمال بتزني ومعاها حد اصلا وهو نايم على ودانه. واحد يقول لي لا مش للدرجه دي، مجرد ستات تربيتها وسخه بس. انا عايز اقول لك ان كل شيء متصل ببعضه، التربيه الوسخه طبيعي جدا يجي معاها ماضي زي الزفت. هو انت متخيل عيلة ما عرفتش تربي البنت هتبقى مطلعها تربيتها وسخة بس؟ مش هيبقى مع ده كمان علاقات؟ هو انت متخيل ان دي واحدة مثلا كانت صايمة؟ هو اللي بيوصلهم للمرحلة دي اصلا ان هم بياخدوا ستات عاهرات، وانا اسف في اللفظ، الستات اصحاب الماضي لا يصلحوا للزواج، عاهرات، تسيبهم للي عملوا الماضي ده معاه، ده لو رضا يتجوزهم، ولكن هو مش مغفل عشان يتجوزهم. وبنتي عندها 7 سنين، بنتي ما شفتهاش بقالي سنتين، وابني ما شفتوش بقالي سنة ونص. ف
فطبعا ده قمة الظلم. انا مع هو انا بس عايزة قبل ما ابدأ كلامي اقول ان هو ده خلونا نشوف الفيديو اللي بعده. هو انا بس عايزة قبل ما ابدأ كلامي اقول ان هو ده مش قانون احوال شخصية، هو للأسف انا مسمياه، وكل المحامين اللي على ارض الواقع اللي في المحكمة اللي كل يوم بيشوفوا الرولات اللي هي بيبقى كمية خلع قد ايه وكمية قضايا رؤية لم تنفذ قد ايه، فده اسمه القانون النسائي المصري. لا يا قانون النساء المصري ده مش قانون احوال شخصية ولا يمثل الاسرة المصرية باي شيء اصلا، ده قانون النساء المصري، ده قانون لا يقبل. حلو المصطلح ده، قانون النساء المصري، قانون ما فيش فيه اي انصاف للراجل. هو رجل صعيدي ولا يقبله رجل بحري ولا يقبله الرجل المصري عامة، لان هو قانون ظالم يعني قانون فعلا بيقهر الرجل المصري، حطه في مطحنة لما يمنعه من عز ما يملك، لما يمنعه من رؤية اولاده. انت حضرتك بتتكلم على الاعياد بس، لا انا اعرف اباء محرومين من اولادهم يعني بقالهم 15 سنه، بقالهم 10 سنين، بقالهم سنوات، لدرجه ان الولد دلوقتي بقى بيقف قدام والده في المحكمه، وفي للاسف زي المصري حقه اهي ست وبتقول الحق اهي، اجيب لكم الحق على لسان مين كمان. يلا اللي بعده. زي المصري حقه مهضوم في مصر. يا نهار ابيض، الرجل المصري ضايع في مصر، اين يجد حقه؟ لا يا دكتور، لا يا اذا كان هنا مصر دي حالات فرديه بين الرجل المصري بتقول لك ده حالات فرديه كل اللي بيحصل ده و88% من مركز التعبئه والاحصاء وبتقول لك ده حالات فرديه، ربنا يصبرنا. والمراه المصريه احنا سوري بقى في كلمه مهمه قوي، احنا سوينا بين الرجال والنساء في كل المجالات الا في قانون الاسره. بتقول لك احنا سوينا بين النساء والرجال في كل المجالات الا في قانون الاسره، خلينا في الست تركب على الراجل. فين المساواه؟ فين المساواه؟ انتوا بتنادوا بالمساواه؟ ادوا المساواه حقا، ادوا حقوق الراجل حقا، ادوا دور الاب حقا. انت ليكي اب وليكي اخ وليكي ابن ترضي يحصل له لما بس اللي بيحصل في اولادنا. فعلا انت ترضي ابنك يحصل فيه كده؟ ترضى اخوك يحصل فيه كده؟ بس اللي بيحصل في اخواتنا احنا كلنا. انا بابا مات، بابا مات، ابويا المستشار عبد الله حسين حجازي مات وما شافش حفيده غير مره واحده، مات من القهر. وانا كلمت الاستاذ احمد موسى على مسؤوليتي في التليفون بهذا الكلام. ابوها مات وما شافش حفيده غير مره واحده، يعني الست دي ابنها متضرر، ولولا ان كان ابنها متضرر ما كانتش اتكلمت ولا هجمت القانون ده. الستات ما بياخدوش غير صف بعض. وقلت قهرا وبقولها قهرا وبقولها لكل الناس، انا مش بس انا مقهوره، انا في جد، انا عمه ومقهوره وبابا مات مقهور وماما لحد دلوقتي احنا ما نخليهاش تشوفه عشان ما تتقهرش. ايه القهر بتاعك؟ عارفين انا ليه بقى ما برضاش اتكلم عن الجواز في مصر او عن القايمه او عن الحاجات دي كتير؟ لان انا شايف ان الجواز في مصر مش ادمي اصلا، انا شايف ان انت ما ينفعش تتجوز لا بالقانون ده ولا بالطريقه دي. معلش في الكلمه، اخواتنا العرب اللي بره اللي في الخليج لا في عندهم لا قايمه ولا نايمه ولا قانون زي ده، ورغم كده بيجي الاستشارات الراجل خايف على صحته وخايف على نفسيته. هنا الراجل المصري مغيب تماما، داخل في جوازه اخرته فيها السجن. كل ده ليه؟ كل ده عشان يتجوز ويعف نفسه. الحل في موضوع الجواز في بلد زي دي، اول حاجه انك تكون ضامن الخروج الامن من الجوازه، قبل دور على بنت الاصل وقبل دور على ذات الدين وقبل دور على مش عارف ايه والكلام ده، وما تمضيش قايمه، حاول على قد ما تقدر ما تمدش قايمة. بس القايمة مش هي العائق الوحيد في الموضوع. الست مجرد ما خلفت منك عيل بتقدر تاخد الشقة بتاعتك، بتقدر تاخد شقاك وعمرك وتفضل طول عمرك تدفع من مرتبك لابنك اللي انت مش بتشوفه اصلا، لابنك اللي ما بقاش تحت وسيطك. فعشان تضمن الخروج الامن من الجواز، لا قدر الله لو الست طلعت مش كويسة، رقم واحد ما تتجوزش في شقة ملك، رقم اتنين ما تمضيش قايمة، رقم تلاتة ما تخلفش في أول سنتين تلاتة على الأقل، لازم تأجل الخلفة، الست مش بتعرفها كويس غير بعد الجواز. معظم فترات الخطوبة اصطناع، معظم فترات الخطوبة البنت بتتجمل فيها، واللي أنيل من كده البنت اللي مش بتتجمل أصلا في فترة الخطوبة والرجالة بتلبس فيها، اللي هي بتبقى وحشة معاه في الخطوبة ورغم كده بيتجوزها. لما هي تبقى وحشة معاك في الخطوبة يهبل، هتبقى أضعاف أضعاف وحشتها دي في الجواز. اللي بيقول لك هتتعدل بعد الجواز ده بهم ما تسمعش الكلامه، ده ما بيفهمش. الناس اللي بتتضايق ان انا كلامي جارح شوية او كلامي قاسي شوية، انا بكلمك لان خايف على مصلحتك، اعتبرنا اخوك الكبير وبوعيك حتى لو انا يا اخي سن اصغر منك.
انا عايز اقول لك ان معظم الرجاله اللي بتحجز معايا اصلا سنهم اكبر مني، معظم الرجاله اللي بتحجز معايا من سن 30 ل 45 سنه، فمش عيب ان انا افوقك، مش عيب اقول لك ان الست بتشوف الراجل اللي بيصرف عليها بزخ ده مجرد خروف، هم نفسهم بيقولوا كده. في واحده كانت بتقول انها بتسحب بال 50,000 درهم من جوزها وتديهم لعاشقها، وبتتريق وبتقول ان عاشقها مفكرها غنيه وما يعرفش ان هي بتسحب ده من جوزها الخروف، قالت كده بالحرف، الستات بتشوف الراجل اللي بيصرف عليها فوق احتياجاتها مجرد خروف. اغلب الستات طبعا مش كلهم، والا من رحم ربي، وخد بالك الا من رحم ربي دي ممكن ما تلاقيهاش، بقت استثناء شديد الندره. وعلى فكره انا مش باخد صف الراجل وخلاص، انا باخد صف الحق، انا عدى عليا رجاله برضو غلطتهم، ولكن دول النسبه الاقل، يعني فين وفين لما بيطلع راجل غلطان وبقول له زوجتك هي اللي معاها الحق، انت الغلطان في العلاقه دي، او خطيبتك هي اللي معاها الحق، لان مش هقول غير الحق، ولكن دول بيبقوا استثناء، وانا بعرف الراجل ده وبقول له ان انت معاك استثناء، يقول لي بس الريد بيل بيقول كذا، اقول له انا ولا الريد بيل؟ هتسمع كلام مين فينا؟ يقول لي بس لو عملت كده هتشوفني ضعيف، اقول له لو شافتك ضعيف انا هبطل الشغلانه دي، وفعلا بيطلع كلامي صح، ولا بتشوفه ضعيف ولا اي نيله، بالعكس بيكبر في نظرها اكتر، بس ده مع مين؟ مع نسبه نادره جدا من النساء، مع استثناء شديد الندره.